خلينا نستمع من الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحه الشهر العقار. دكتور جمال اهلا بيك يا فندم. اهلا، مساء الخير يا محمد بيه. اولا احنا سعداء ان قناه النهار واقفه جنبنا ومتعاونه معانا في هذه الرؤيه. يا فندم احنا واقفين وداعمين لكل ما يخدم هذا البلد دوله وحكومه وشعبا وشهر عقاري. ومش كتير على محمد بيه. ربنا يخليك. وهذه الرؤيه، واحنا حاسين بيك وحاسين بتحركات سعادتك معانا. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يوفق حضرتك ويوفقنا ان احنا نلقي الضوء حوالين هذه الماده، حول طيب. هذه الماده. دكتور جمال، خليني اسال حضرتك سؤال الاول، اللي هو سؤال يمكن ان يقوله اي مواطن. يعني انا دلوقتي لما يبقى في قانون، وهذا القانون انا هدفع فلوس سواء تحت اسم ضريبه تحت اسم رسوم، ايه اللي بيميز هذا القانون او ايه اللي بيمنحه للمواطن؟ يعني بيدي للمواطن ايه؟ شوف يا فندم، اتفضل. اولا طبقا لاحكام القوانين المصريه، الملكيه لا تنتقل الا بالتسجيل. تمام. والطريق الشرعي لنقل الملكيه هي مصلحه الشهر العقاري. تمام. التصرفات الغير مسجله ليست لها حجيه الا سوى بين اطرافها. تمام. اما بالنسبه للغير فالتصرفات العرفيه او التصرفات الغير مسجله ايا كانت ليس لها اثر قانوني سوى بين افرادها. التسجيل عندنا في مصر طبقا للقانون المصري والقانون 114/46 طريقين. التسجيل طريقين، اما رضائي او قضاء. تمام. طيب ايه هو الرضائي يا فندم؟ الرضائي هو من بيده عقد مسجل بائع يبيع لمشتري، يصطحبه لمكتب الشهر العقاري، يوقع له على العقد، تنتقل الملكيه في خلال شهر. كويس، خلال شهر. أو يمنح المشتري توكيل في التوقيع على العقد النهائي، والمشتري يقوم مقام البائع في نقل الملكية. تمام. ده برضه ما فيش مشكلة عندنا فيه. إجراءات سهلة وبسيطة وإجراءات مسجلة. طيب، في كثير من الحلقات العرفية لنقل صعب نقل ملكيتها. متقدم بها بشأنها هذه الحالة مشروع زي إيه زي إيه الحالات دي؟ حالات كتير، يعني في الباء في عقد مسجل لوحده او لعقار. ولكن هذه الوحده تم تداولها اكثر من مره بعقود عرفيه. بايع لبايع لبايع لبايع، كل هذه الحلقات بعقود بيع عرفيه. لم تسجل من البايع. فده متقدم له قانون في مجلس النواب اللي هو تقنين الحلقات العرفيه حتى نقلها من المنتفع للعقد المسجل الاخير. ده برضه ما فيش مشكله لان ده في المجلس. تمام. هذا المشروع في المجلس. طيب انا عندي المشكله في ايه؟ في ايه؟ عندي المشكله في التسجيل القضائي. التسجيل القضائي ده اللي هو في حلقات عرفيه كثيره او ملكيه غير مسجله، بتسلم ملكيه غير مسجله. طيب ملكيه غير مسجله يبقى لازم ياخد احكام تثبيت ملكيه. تمام. واحد قاعد على مكان او قاعد في وحده 20 سنه 30 سنه حيازها اداء مستقره بدون منازع مع احد وما معاش ورق، يعمل ايه؟ دعوه تثبيت ملكيه. تمام. ثاني حاجه، واحد مشتري بعقد بيع ابتدائي وما يعرفش هو مشتري من مين وسنده ايه، فليها طريق تقنين الملكيه بوضع اليد لمده طويله المكتبه للملكيه. تمام. عندنا حالات تانية، حلقات عرفية كتيرة لم تسجل. طيب كان الطريق لهذه طبقا لاحكام القانون 114/46 كان الطريق لتسجيل هذه الحالات ايه؟ دعوة صحة ونفاذ في المحاكم. تمام. كانت لحضرتك بيصدر الحكم، الدعوة يتم تداولها في المحاكم اكثر من سنة او اثنين، ثم تأتي لتسجيل هذه الدعوة في الشرع العقاري، نعيد بحثها من جديد سنة او اثنين. طيب. يعني كان بيقعد عشان يعمل ده مثلا سنتين ثلاثة، مش أقل من سنتين ثلاثة. تمام. طيب القيادة السياسية ممثلة في معالي الوزير الجليل عمر بيه مروان تنبه لهذه الخطورة. اتجاه الدولة، اتجاه الدولة التيسير، اتجاه الدولة راحة المواطن، اتجاه الدولة حصر الملكيات المسجلة. كويس. طيب نعمل ايه يا فندم؟ انا عندي كم هائل في جمهورية مصر العربية من التصرفات الغير مسجلة. طيب الحل لهذه الحالة ايه؟
الحل ان احنا نخش باداه جديده وبماده جديده، الماده 35 مقرر اللي صدرت بالقانون 186/2020. طيب الماده دي يا فندم وضعها ايه؟ اللي هي الماده 35 مقرر. تمام. الماده دي يا فندم قالت ايه؟ قالت مفيش ازدواج في البحث الملكيه ما بين المحاكم والشهر العقاري. كويس. يعني اللي هو يروح يعمل صح التوقيع ده ماشي، لكن هو لازم يجي يسجل عندك. اللي لا، دعاوى صح التوقيع دي سعادتك دي ما بتتسجلش عندك اصلا. ما بتتسجلش. القانون 114/46 لم يجيز شهر دعاوى صح التوقيع. ولا تمام اللي معاه دعوى صح التوقيع، ما هي معاه دعوى صح التوقيع على عقد بيع ابتدائي. يقدم دعوة جديدة وهي دعوة صحة ونفاذ على هذا العقد، ماشي، ويقدم للمحكمة وهي تنظر الدعوة الحكم اللي هو واخده في دعوة صحة توقيع عشان تبقى تحت نظر المحكمة ان هذا العميل او هذا المنتفع. طب يا دكتور طب. انا عايز اسأل حضرتك اسئلة اجابتها في جملة واحدة. اللي هو الميزه اللي القانون ده هيعملها بالماده 35 مقرر اللي تم التعديل، يعني تم تعديل القانون 114 لسنه 46 في الوقت، من ناحيه الوقت انت بتقول كان من سنتين لثلاثه، انا الوقت الان يستغرق قد ايه في التسجيل يا فندم؟ ده كان من سنتين لثلاثه، وكان أيوة. بيجي عندي الشرع العقاري يقعد له كمان سنتين. طيب الوقت سنين. هتخلص الحكايه في قد ايه يا فندم؟ ده هو مجرد ما هيحصل على الحكم، هيجيب الحكم، هأيد الحكم، ويتم نشر هذا الحكم، ويتم مرخص هذا الحكم أمام جريدة وسعات الانتشار 30 يوم، إذا لم يتقدم أحد باعتراض على تسجيل هذا الحكم، يتم قيد الحكم، يبقى ما يقعدش عنده في الشهر العقاري إلا 30 يوم بعد صدور الحكم. طيب، هسأل يعني حضرتك السنتين اللي كان بيقعدهم عندي أصبحوا إيه؟ 30 يوم. طب هقول لحضرتك، هسأل حضرتك سؤال. في بعض الناس بيقولوا يا جماعة مقرات الشهر العقاري، في تطوير حصل في فروع كتير، لكن على مستوى الجمهورية هل مقرات الشهر العقاري جاهزة مستعدة ان هي تنجز هذا العمل؟ لان احنا بنتكلم تقريبا على اكتر من 20 مليون عقار. تمام. فاحنا جاهزين، يعني فروع الشهر العقاري المنتشرة مؤهلة ان هي تقوم بهذا العمل، ولا الناس برضو هتروح تتعذب مكان ضيق ومكان لا. زحمة؟ اتفضل. شوف يا فندم بعد سعادتك، انا عايز افرق والسادة المشاهدين يفرقوا ما بين الشهر والتوثيق. الزحمة اللي موجودة عندي في الشهر العقاري موجودة في مكاتب التوثيق. تمام. اللي بتتقبل سعادتك يوميا مش اقل من 200-300 اجراء يوميا. كويس. انما عندي مأموريات الشهر، في كل اسم يتوجد مأمورية شهر خاصة بنقل الملكية. تمام. دي نقطة مهمة عشان بس لأنه ناس كتير بتتكلم فيه. لا، إن الشعب المصري مش قادر يفرق ما بين الشهر والتوثيق. التوثيق هي فروع التوثيق اللي يتم عمل فيها التوكيلات، وهذه الفروع ليست معنية بتطبيق المادة 35. تمام. يعني هنا فروع الشهر العقاري بتاعت التوثيق دي مالهاش علاقة بهذا الموضوع نهائي، لكن المأموريات اللي في إقسام موجود يعني مثلا لو هنفترض مأمورية المعادي، توجد مأمورية شهر في المعادي مختصة بنقل الملكية. تمام. في قصر النيل موجودة مأمورية قصر النيل لنقل الملكية. تمام. غير فروع التوثيق. يعني احنا ملناش علاقة بفروع التوثيق اللي موجودة بتاع التوكيلات والحاجات دي، ملهاش علاقة. نهائي. طب كويس، ده كويس. كل عقار له مأمورية شهر مستقلة. تمام. المأموريات الشهر مدعومه بعدد كافي من الاعضاء، وفي حاله الزحمه او في حاله الازدحام سوف يتم دعمها بفروع من فروع اخرى. يعني احنا جاهزين بالعماله، وهتبدا دوره تدريبيه من يوم الاحد لتدريب الساده وكلاء الوزاره والاجهزه الاشرافيه على مستوى الجمهوريه، وهنوجههم ان المكان اللي فيه زحمه دعموا بعدد كافي من الاعضاء اللي في المأموريات الاخرى. تمام. بشكرك جدا دكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحه الشهر العقاري.